نيجي بقى لموضوعنا الأساسي النهاردة واللي هنروح فيه لأرض الفيروز واللي بيحصل فيها. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن وقفة احتجاجية نظمها أبناء قبيلة السواركة، وكانوا بيطلبوا في الوقفة دي بحق العودة لبيوتهم وأراضيهم اللي اتهجروا منها، تمام؟ وقلت لكم إنهم اتوعدوا بحل المشكلة، وقالوا إن عندهم اعتصام يوم الاثنين اللي هو بكرة سواء اتحلت المشكلة أو ما اتحلتش. وقلت لكم إن قبيلة الرميلات، الكلام ده كان يوم الخميس، عندهم نفس التحرك ونفس المشكلة. وقتها ما كنتش متأكد لحد لما الخبر بقى يقين وتواصلوا معانا الناس وأكدوا. امبارح كان في اعتصام في الشيخ زويد، خيمة الاعتصام كان فيها أبناء قبيلة الرميلات بيطالبوا بالعودة لبيوتهم لأراضيهم. الاعتصام ده تحرك ناحية يعني تحرك ناحيته كل أبناء القبيلة، كلهم راحوا، كلهم جم من المحافظات اللي متهجرين فيها، وتم منع كتير منهم انهم يدخلوا الشيخ زويد او يدخلوا رفح. قائد الجيش الثاني دعا بعض اعيان الرميلات واجتمع بيهم في قريه جلبانه، ودي قريبه من الانطره شرق، طلب منهم تشكيل وفد من 10 بيضم ابناء الرميلات والسواركه، وحشر في النص معاهم الطرابين، تمام. رجع الاعيان من اجتماع قائد الجيش الثاني اللي هو محمد ربيع، وبداوا يحاولوا يقنعوا المعتصمين بفض الاعتصام، لكن الناس ما استجابوش ليهم. خبره وساطة المشايخ تفشل في فض اعتصام الرميلات في الشيخ زويد. ده مشهد من مشاهد المواطنين المصريين المعتصمين علشان يرجعوا لبيوتهم. ده اللي نشره موقع مدى مصر، لكن منصة سينا لحقوق الإنسان شرحوا كواليس الاجتماع وقالوا ان المعتصمين علقوا الاعتصام وانهم اتوعدوا ان الأزمة هتتحل قبل 20 اكتوبر الجاي. معنا الخبر اهو، سينا في هيومن رايتس بتقول تعليق الاعتصام بعد اجتماع طارئ بين ممثلي اعتصام ابناء قبيله الرميلات المعتصمين في مدينه الشيخ زويد للمطالبه بالعوده لاراضيهم، وبين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع وقاده من جهاز الخدمه السريه التابع للمخابرات الحربيه وقائد الكتيبه 101 التي استضافت الاجتماع الذي انطلق في تمام الساعه 4:30 مساء يوم السبت بمدينة العريش، وأسفر عن قرار المعتصمين بتعليق الاعتصام. جاء قرار تعليق الاعتصام بعد تلقي المعتصمين وعودا بتحقيق مطالبهم، كما طالبت القيادات العسكرية من المعتصمين تشكيل لجنة تضم 10 أفراد كممثلين عن قبائل رميلات والسواركة والترابين، لعقد اجتماع آخر في القاهرة مع قيادة الجيش لمناقشة كيفية تلبية المطالب بشكل يرضي جميع الأطراف، على أن يكون تاريخ 20 أكتوبر 23 حد أقصى لتنفيذ طلبات المعتصمين، وهكذا. تمام. ودي تويتة المنصة اللي اتكلمت فيها عن منع أبناء الرميلات من الوصول للاعتصام، عشان بس تبقى واضحة. السلطات المصرية تمنع تدفق أهالي رفح المهجرين القادمين من محافظات مصر المختلفة للالتحاق بخيمة الاعتصام في مدينة الشيخ زويد، وتغلق أمامهم أكمنة الميدان والريسة والشلاج، حيث قامت قوات الأمن من الساعة 3 عصرا بالتحقق من بطاقات الهوية الشخصية للمسافرين، ومنعت مرور حامل الهويات الشخصية المداوم بها محل الإقامة رفح. اوعى تفهم اننا بنتكلم عن فلسطينيين عايزين يرجعوا بيوتهم وأراضيهم، المرة دي لا والله. حق العودة وجمعة العودة دي في مصر، في أم الدنيا، في سينا اللي اتهجر الأهالي منها بلا وجه حق، واللي هجر الاهالي واقف قدامهم ورافض عودتهم لبيوتهم مش جيش احتلال، لا ده الجيش المصري. شوف الحشد الكبير اللي كان قدامك دلوقتي، ومن قلب الاعتصام اتكلم الشيخ صابر الصباح احد اهم رموز القبيله، اتكلم بحرقه شديده، قال انهم اتضحك عليهم، وانهم اتوعدوا من قائد الجيش التاني انهم يرجعوا بيوتهم، وانهم ما يشتغلوش غفر في اراضيهم، لكن مفيش حاجه من ده حصلت. وان اللي بيحصل دلوقتي ان الجيش بيسلم بيوتهم واراضيهم للمستثمرين. تعالوا نسمع لشيخ عرب، لمواطن مصري بيتكلم بحرقه عن بيوته وبيوت اهله وعشيرته. نسمع الشيخ صابر الصباح، تعالوا نسمعه قال ايه. احنا ما ودنا مطالبنا، بس مطالبنا يسمعها العالم كله. انا ودي بيتي، ما ودي شيخ ولا ودي رئاسه
ولا ودي ملك ولا ودي جاه ودي بدي اذهب له الم عيالي من الشوارع الم حليم من اسمه ابوي حارب عند الارض وجدي حارب عند الارض لم نترك عدو يطعوها ودي وسلموها علينا امانه امانه يا جماعه امانه, أمانة لا يمكن اخلي ارضي. البعض كان عنده مصلحة في الكلام بشيء من التخوين على أهلنا في سيناء، عن عربنا، عن أهلنا ولحمنا هناك، الناس اللي ما فرطوش يوم في أرضهم، الناس اللي ما تنزلوش أبدا عن حبة رمل المحتل، الناس اللي كانوا دايما بيقولوا إحنا مصريين دي أرضنا ومضاربنا وهنا دم أجدادنا وعمرنا ما هنسلمها لحد. البدو بدو سينا عربنا عمرهم ما توطئوا وعمرهم ما باعوا ولا وطوا راسهم، عمرهم ما مدوا ايديهم لمحتل ولا المجرم ولا الخاين. النهارده بيدفعوا الثمن، النهارده بيدفعوا ثمن تمسكهم بارضهم وعدم قبولهم لانضمام لاي حد من ايام الاحتلال ولحد النهارده. عرب سينا عربنا ورئتنا العربيه في الشرق دلوقتي بيدفعوا ثمن الرجوله والنخوة وتمسكهم بمصريتهم رغم كل الإغراءات اللي تعرضوا لها. للأسف مشهد يدمي القلب إن الأهالي في سيناء اللي على مر التاريخ كانوا بيحافظوا على أرضنا وعلى بوابتنا الشرقية بيتعمل فيهم كده دلوقتي. طب إيه القصة وإيه الموضوع؟ قلت لك قبل كده وهقول لك تاني. القصة باختصار إن قبيلة السواركة وقبيلة الرميلات رفضوا من البداية مشاركة الجيش والشرطة في حكاية الحرب على الإرهاب، وقالوا لهم ده موضوعكم وإحنا لو دخلنا فيه مش هنسلم في كل الأحوال، وفضل ده موقفهم فترة طويلة. على عكس قبيلة الطرابين اللي منها إبراهيم العرجاني اللي شارك هو والناس معاه، شاركوا مع الجيش وخدوا سلاح وارتكبوا انتهاكات خطيرة جدا محدش اتحاسب منهم عليها لحد دلوقتي. ده غير إن في مجموعات تابعة لمحمد دحلان اتقال كلام كتير عن انهم شاركوا برضو في الاحداث اللي حصلت في سيناء على انهم جزء من بدو سيناء، وده ما حصلش. هم كانوا شغالين تحت قيادة ابراهيم العرجاني. اللغز الكبير اللي وراه بلاوي سودة ومتلتلة وحيجي يوم تتفضح ورا بعضها، وحنعرف دور محمد دحلان وكان بيشتغل لصالح مين. اكيد مش لصالح مصر ولا فلسطين ولا حد عربي. المهم قدام رفض السواركة والرميلات تم تهجيرهم من بيوتهم وأراضيهم بحجة إفساح المجال للقوات علشان تعرف تتعامل مع الإرهاب. اتفضت سينا كيلو في كيلو زي ما السيسي قال وتهجروا، ولما حبوا يرجعوا بيوتهم اتطلب منهم المشاركة في الحرب على الإرهاب تاني، فوافقوا وشاركوا على شرط لما الحرب تخلص يرجعوا بيوتهم وأرضهم. توعدوا بالكلام ده، ولما خلصت الحرب والسيسي اعلن القضاء على الارهاب من 7 شهور الوعود اتبخرت. ولما حصل من كام يوم مظاهرات لاهالي حي المينا في العريش، لما وقفوا ورفضوا التهجير وتوقف المشروع قدام وقفه الاهالي وتصميمهم انهم ما يسيبوش ارضهم، قبيله السواركه والرميلات لقيوها فرصه قالوا نتمسك بارضنا وانهم مش اقل من اهالي حي المينا، وانهم كمان من حقهم يتظاهروا ويعتصموا عشان يرجعوا بيوتهم لان ده حقهم. وده اللي بيحصل دلوقتي. لكن هل مشكلتهم هتتحل؟ ما اعتقدش. ليه؟ لان تهجيرهم كان بامر مباشر من السيسي. هو مش مقتنع انهم مهجرين ولا عايز الروايه تتحكي كده، وبيكذب وبيقول انهم خدوا تعويضات مناسبه، وده اللي الاهالي بينفوه وبيقولوا ما حصلش. السيسي فضل حدود وهجر السواركه والرميلات وسيطر العرجاني على مصالحهم في المنطقه دي كلها كانت تحت سيطره السواركة والرميلات، الحدود والانفاق والتهريب وصفقه القرن ومناطق استثماريه والمواني، قول زي ما انت عايز تقول. المهم تهجير القبائل دي من شمال سيناء كان بامر مباشر من السيسي وتنفيذ من العرجاني، والعرجاني طبعا بياخد امره من السيسي ومن محمود السيسي، هم اللي بيديروا المشهد كله وعينهم على السبوبه وعينهم على سماع الكلام. لأن المسألة مش قصة فلوس بس، القصة أكبر من كده. القصة فلوس وسياسة. يا ترى مين من مصلحته تتهجر القبائل اللي ليها امتداد هناك في غزة وفي فلسطين؟ يا ترى مين من مصلحته يدي الأراضي دي للمستثمرين أنت مش عارف جايين منين؟ من الإمارات ولا من إسرائيل ولا من غيرها؟ يا ترى مين من مصلحته يسيطر على المنطقة دي؟
فكروا انتوا وفهمكم كفايه. تعالوا افكركم لما السيسي انفعل على نائب رئيس جامعه سينا لما قال له عوده المهجرين. نائب رئيس جامعه سينا قال له عوده المهجرين وبتاع. شوفوا السيسي رد عليه وقال له ايه عشان تعرفوا هو بيفكر ازاي. انت قلت كده بقى الدكتور صلاح بيقول اللي ايه المهجرين. يا دكتور صلاح احنا ما هجرناش حد، احنا ادينا. لا لا اصل انا بقول له عشان كده كل كلمه ليها معنى ولازم نخلي بالنا واحنا بنقولها. احنا اللي عملناه في سينا ايه؟ ان احنا كان عندنا بيوت ومزارع ملاصقه للخط الحدودي مع قطاع غزه، والاف الانفاق اللي كانت موجوده في الفتره ديت عشان نتخلص من الموضوع دوت من غير ما ناذي الناس، كان لابد ان احنا نخلي كيلو في كيلو من البيوت والمزارع ديت. طب بلا مقابل؟ لا بمقابل. المتر كام في الارض والمباني بكام والمزرعه بكام؟ اتفضل الفلوس اهي. يبقى انا ما هجرتش، وانا بقولها عشان المصريين يسمعوها. دي مليارات اتدفعت يا مصريين، احنا ما هجرناش يا دكتور. من فضلك استريح لو سمحت. طب اتفضل استريح يا دكتور، استريح اتفضل. طب اتفضل استريح، اتفضل استريح لو سمحت. فاحنا ما هجرناش حد، لا احنا ادينا فلوس للناس وزلنا المباني والمزارع لانه امن قومي، امن قومي 100 مليون، امن قومي 100 مليون. الراجل بيحب، عايز يوضح له، عايز يفهمه، عايز يقول له الاهالي ما خدتش فلوس، عايز يقول له لو انت طالع تبيع كلام فاهالي سينا السواركة والرميلات وحتى الترابين اللي اتطردوا من ارضهم ما خدوش فلوس، ما حدش اتعوض لا عن ارضه ولا عن بيته. هو بيقول له لا 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 اتفضل اقعد ما تتكلمش، حاول تجيب المقطع ده تاني، مش عايز حد يتكلم غيره، ومع ان الكلام كله كذب وخداع. تعال نشوف شوف مع بعض كده عشان تعرف انه مش عايز حد يقول كلمه الحقيقه حتى لو قاعد معايا. من فضلك استريح لو سمحت. طب اتفضل استريح يا دكتور، استريح اتفضل. طب اتفضل استريح لو سمحت. استريح لو سمحت، انا مش حاسس، ما حدش يتكلم هنا غيري. دي قناعه السيسي، دي الازمه الحقيقيه اللي قدام اهل سينا. الموضوع لا في ايد قائد جيش ولا قائد الكتيبه 101 ولا المحافظ ولا المخابرات ولا اي حد، الموضوع في ايد السيسي وابنه. استبعد انه يرجعهم بيوتهم تاني، استبعد، الا اذا ربنا اراد شيء تاني. ومن هنا بص 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 بص, بص. ايه ده، حد بيعارضني؟ بص عبد الفتاح السيسي ده لما حد قال ده طالع يقول له سيادتك بعد اذن حد، بس السيسي لا يسمح باي كلمه. اوعى حد يتكلم في حضره السيسي، لان محدش بيفهم ومحدش بيعرف ومحدش عنده مسؤوليه غيره هو. ده تفكيره، ودي المصيبه اللي احنا وقعنا فيها.